إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. الكلمة أمانة، الكلمة أصوات وحروف ينطق بها اللسان. اللسان جارحة صغيرة ولكنها مؤثرة. اللسان ينطق بالكلمة، والكلمة أصوات وحروف، وربنا جل جلاله أمرنا في وحيه الطاهر بجملة أوامر تدعونا إلى النطق بالكلمة التي تبني ولا تهدم، بالكلمة التي تعمر ولا تدمر، بالكلمة التي تجمع ولا تشتت، بالكلمة التي ترفع ولا تضع، بالكلمة التي تزرع الأمل، بالكلمة التي تزرع الأمل ولا تزرع اليأس. أمرنا الله عز وجل في عديد الآيات، منها قال في سورة قاف في الآية رقم 18 في السطر الثالث في الصفحة 422 من المصحف الشريف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية القرآنية كافية لأن تضبط حركة اللسان وتضبط حركة الإنسان في هذه الحياة. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: وقولوا للناس حسنا. وقال أيضا كما في سورة إبراهيم من الآية 24 إلى غاية الآية 27: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إلى أن يقول: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إبرازاً لقيمة الكلمة وأثر الكلمة ومآلات الكلمة: والنظر في المآلات معتبر ومقصود شرعاً، كما قال الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات في الصفحة 141 الصفحة اليمنى المسألة العاشرة: النظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. الكلمة بها تبرم العقود، بالكلمة نعبر عن المشاعر، بالكلمة نترجم الأفكار، والكلمة في النهاية قد تكون سبباً لكسب الحسنات، وقد تكون سبباً لاجتراح السيئات. فإذا كانت الكلمة تنطق بالبهتان فهذه سيئة كبرى، وقد تنطق بالغيبة، وقد تنطق بالافتراء، وقد تنطق بشهادة الزور، وقد تنطق بالقذف للناس، للرجال والنساء والصغار والكبار. فلنحذر، ربنا يراقب الكلمات، بل هو يعلم السر وأخفى. وقد استمعنا إلى قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد تكون الكلمة سبباً لكسب الحسنات، الذي يستغفر الله يكسب الحسنات، الذي يذكر الله ويسبح: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقدم النصح يسدي النصح لغيره، الدين النصيحة، كل ذلك حسنات يكتسبها الإنسان بلسانه بكلماته تنفعه في دار القرار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونتذكر جميعا الآية الجامعة التي تنبهنا إلى المصير المشترك، وهي آخر ما أنزل عند جمهرة العلماء: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم نسألك الستر والثبات وحسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا يرحمكم الله، استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.